تنطق بالحقيقة. ما الذي كان يفعله ضيفنا في هذه المغارة؟ ما قصة ختم الصليب على ظهره؟ هذه بقيت شاهدة على محاولات سوداء، أحداث ساخنة بعد التوبة والهداية في ملحمة الصراع مع الشياطين. الآن أبو رفيع، الناس اللي يحضرون لك الآن لطلب السحر أو فك سحر أو غيره، يعني إيش الأشياء اللي تحصل لهم لما يرون الأشياء المرعبة هذه، تغيرات على جسمك وعلى وجهك؟ تذكرنا بعض المواقف خلال يعني حضورهم عندك. في أذكر قصة واحد مرة جابوه مكلف وهي حامل، امرأة يعني، امرأة أيوه، كانت حامل من الشهر الرابع أو الخامس كذا. بعدين لما شافتني طلعت الجنب كذا صاحت يعني كذا وسقطت يعني. سقط الحمل من كثر الخوف، ايوه يعني اسقط الحمل كذا، يعني اغمى عليها، ما فاقت لي بعد ساعه من شده الخوف التي خفت. لما شافتني يعني اول شيء عيوني تورمت كذا وتحمرت، على المكلف خافت كذا، وزوجها قال ما بلا ترقد لا ترقد، رقدها على اساس ان انا اقوم اقذلها من ابنها. انا على طول يعني قمت بعمليه النزع الجنبي هذه من طرفي كذا، وابتزت فوق على طول، صاحت واغمى عليها، يعني ما خرجها من مكان الا ودم الله يكرمك يخرج منها واسقط كان في نفس المكان. وهذا يعني من شده الخوف الذي خافته. واذكر قصه مره انا يعني وقعت لي نفسي، يعني ضرت نفسي، تدخلت في عمل يعني بدون اذن من الشياطين حقي. كيف انت تستاذن الان؟ يعني قمت يعني العمل هذا يعني كان رجل مسحور، يعني حقيقة كان أيوة. كان في بو سحر أو زي ما تقول سحر فعلا يعني، أيوة، بس قوي ومحبوس فيه بو خدام يعني شياطين، وسحر هذا مكتوب يعني بدم حيضة نجاسة. فالخدام حقي ما يرضوا يعملوا العمل هذا إلا بعد ما إيش يأخذوا عشوة، الذي هو رأس من الغنم أو كذا، يعني أشرط وشروط أنا تأمرها تأمر أمر صاحب صاحب المريض أن يجيبه يعني. طيب يعني لازم يشرك، لازم يشرك يعني. يذبح كيف يعني تأمره؟ يذبح لغير الله هكذا. هكذا يقول له اذبح، اذبح للجن حقي يعني، أنا أشتري عشوة حق الخدام. نعم هكذا أقول له، يقول لي خلاص احتمل الكلام هذا. طيب لكن أنا إذا جيت مثلا مرة دخلت في هذا الموضوع وخلفت عن شياطيني يعني ما عاد ذبحت لهم. الرجال احتمل في البداية، ما قدمت لهم يعني مقابل اللي هو هذا العشوة. وافق الرجل في البداية على إنه يدي رأس غنم، لما كمل تشتغل ما عاد يجيب الرأس الغنم، وأنا ما شليت الاسم هذا. فرجعوا بالاخير خبطوني انا. كيف خبطوك؟ يعني سقطت كده على الارض وحتى طلع الدم من فمي. نعم يعني كان زي ما تقول عملت انتقام، انتقموا مني انتقام انا. يعني انت الان وعدت مواقف كنت اتعرض لها بهذه الطريقه يعني. الان يعني اللي فهمت من كلامك ان الساحر الان ليس بالضروره انه يكون يعني هو اللي سخر لا الجن، لانه لا قد يستعبد. هو استعبد، هو عبد، هو عبد، وانما هو امام الناس بس هو يعني كعصاه. نعم وإنما هو عبد، عبد لغير الله. نعم للشياطين. وهذا شيء مؤسف جدا يعني، قد تتغير العلاقة هذه إنه يتسلطون عليه.
وهم يرجعوا فوقه السحر. اذا ما حصلوا حقهم يرجعوا فوقه هو نفسه يعني يرجعوا يدفقوا هو الاول يعني يكون ضحيه. طب بالنسبه للخدمات اللي يقدمونها لك الشياطين يعني هل كل ما يطلبونه منك الناس من سحر او بك سحر يعني يستطيعون الشياطين اعوانك باداء او يكون فيه مثلا شيطان اقوى من الشيطان اللي عندك وبالتالي ما تستطيع؟ الحقيقه هو الشيطان يعني قد يجي تعاون بين السحره انفسهم. قد ياتي الساحر بمتعاون هو الكاهن يعني باشارات قد يفك السحر هذا او لا يفك. مثلا انا كنت مستخدم شياطين والساحر الذي برضه الساحر الثاني مثلا الذي يكتب على الناس والكل يضر الناس وهذا اسمه يكون عنده شياطين في نفس الوقت. تمام. يكون في تعاون بيني وبينه هو يعمل وانا ابعد يكون في تسهيل بيني وبينه يعني هذا يربط هذا يفك. ايوه هذا يربط هذا يفك يعني يكون في تعاون بين الساحر وبين الكاهن يعني يعني الكل يعني خارجين عن ملة الإسلام لا يخافون الله ولا شيء قد يكون بينهم تعاون على الشر جميعا. رفيع أنت الآن تذكر لي أشياء قد تكون يعني يظن بعض الناس أنها من باب الإحسان فك سحر أو تفريج كربة أو تقديم خدمة يعني ما يتعلق بالتفريق والإيصال الأذى الذي يحصل من بعض السحرة هل حصل منك بعض هذه الأشياء؟ ما خير العزيز بارك الله فيك. بالنسبة للساحر والكاهن المشعوذ لا يأتي منه خير لا يأتي منه أي خير أبدا مهما زعم أنه يعمل الخير أو أنه يفك السحر أو أنه كذا ما طال وهو مستخدم بشياطين ما دام وهو يدعي غير الله سبحانه وتعالى. الساحر يعني كنت مثلا أنا مع الناس إذا آذاني أحد من الجيران أو آذاني كذا تقوم الشياطين بالانتقام منه بدون ما أنا راضي أنا شخصيا يعني ليش؟ أنا يعني تثبت للناس أن الرجل هذا يعني قادر يعمل كل شيء يعني جانبهم غير مأمون يعني الشياطين هي كمان تكره لك عند القريب والبعيد خل الناس كلهم متعادين لك يعني فتضطر أنك تجلس يعني بحاجة إلى الشياطين هذه متمسكة عليش أساس أني تدافع عليك أو تعمل لك شيء وهذا من باب ضعف الإيمان وغير زي ما تقول التقوى ما في تقوى يعني لو في عندك تقوى يعني تتقي الله سبحانه وتعالى أنا ما عملت العمل هذا كله وقد تأتي الناس تقول أنت دعمك العمل هذا تقول أنا والله ما عندي خبر أي مرة ولكن قد حدث أنا أذكر مرة واحد يعني تحدى يعني كذا قال لو أقضي قدامه مدري إيش بيسوي يعني لو يفعل السحر يعني هو قال يعني خلي الناس جاوا أمراض عندي وجاء في نفس المجلس يشتي يفشل الشغلة يعني فأول ما دخل من الباب سقط على وجهه الأرض بعد ما عاد أخذوا له يحملوا خرجوا له برا تشنق كذا ومدري إيش تشنقت أعصابه وهو ساقط ما يدري عن نفسه الشياطين اللي بتشتغلوا انا جاي داخل المكان ما انا عارف شيء بس تغيرت انا لما هم مشكوا كذا تغيرت هو يريد يفسد عملي يفسد عملي ايوه يعني يفسد علي الشغل اللي انا فيها طيب او يركض يقول هذا كذاب وهذا كذا ما ادري ايش كذا الشياطين اشتغلته قبل ما يدخل علي فخلاص على طول روحوا البيت جابوا لعندي يا اخي انا عند الله وعندك وانا مدري ايش بترجم بيني ومدري ما هذا ليش تعرض للاذى؟ تظن في يعني هو ظنك ليش الان تعرض الشياطين هم الذي اذوا. طيب يعني هل كل انسان ممكن يتعرض للاذى؟ يعني انا الان لو جيت انكر على شيطان وبدخل من هالشياطين من السحره يعني وبدخل عليه بقول والله انا ابى اثبت للناس ان هذا الرجل كذاب، هل يستطيع الشيطان يمسني باذى؟ اذا كان فيك تقوى الله سبحانه وتعالى ومتقي لا يستطيع الشيطان يفرض شيء ابدا لانك محصن لانك محصن يعني محصن بطلع انا الحين نعم من السحره بطلع نعم. عليه نعم يعني انت محصن اصلا محصن بالله سبحانه وتعالى يعني ما يدخل انا اقصد من هالكلام يعني انه ما يدخل الشياطين على او يؤذون اللي يتعرض للساحر الا هذا ضعيف الايمان او ضعيف الذكر او اللي مو محصن اذا كان عنده سلاح اقوى من الساحر وش اللي اقوى من سلاح الساحر؟ الايمان كتاب الله سبحانه وتعالى التمسك بكتاب الله وسنة محمد بن عبد الله هذا هو أقوى سلاح أقوى من النووي والبولوجي والسحر وغير وغير ما يقربك يعني طيب على طاري من النووي والبولوجي والأشياء الدولية يعني الآن كل دولة يقولوا فيها سحرة في اليمن سحرة وفي الحجاز وفي في كل بلد وحتى أوروبا بمئات الألوف الآن السحرة نعم يعني هل هناك يعني روابط او اتصالات او يعني اشتراك بين السحره في دوله ودوله اخرى؟ قد يكون فيهم اشتراك وتعاون وقد يكون فيهم عداوه وكل واحد يشتري يثبت نفسه يعني انه اكبر من الاخر التفوق زي ما التفوق العسكري بين الشعوب يعني كتائب يعني يعني قد يكون هكذا ولكن في زي ما تقول الان جوني ناس من السعوديه امراض لا كانوا جوني لباجل